الهند تفرض رسوما جمركية 20% على صادرات الأرز المسلوق. فرضت الهند رسوما بنسبة 20% على صادرات الأرز المسلوق بأثر فوري، وهي خطوة قد تؤدي إلى خفض الشاحنات من أكبر مصدر بالعالم ورفع أسعار الأرز العالمية التي يتم تداولها بالفعل بالقرب من أعلى مستوياتها منذ 2012. وفي الشهر الماضي فاجأت الهند المشتريين بفرض حظر تصدير الأرز الأبيض غير البسمتي المستهلك على نطاق واسع في أعقاب فرض حظر على صادرات الأرز المكسور في العام الماضي. وكشفت مصادر في السوق أن تحرك الهند لحظر الأرز الأبيض غير البسمتي دفع بعض المشترين إلى زيادة مشترياتهم من الأرز المسلوق ورفع أسعاره إلى مستوى قياسي. وبفرض هذه الرسوم سيصبح الأرز الهندي المسلوق باهظ الثمن مثل الإمدادات القادمة من تايلاند وباكستان، ولا يكاد يوجد أي خيار أمام المشترين الآن. كما أصدرت الهند 7.4 ملايين طن من الأرز المسلوق في عام 2022، وقفز مؤشر الأسعار للأرز التابع لوكالة الأغذية التابعة للأمم المتحدة إلى أعلى مستوى له منذ ما يقرب من 12 عاماً في يوليو، حيث قفزت الأسعار في الدول المصدرة الرئيسية بسبب الطلب القوي بعد أن فرضت الهند قيوداً على الصادرات.